بسبب عدم دخول المساعدات الطبيه اللازمه. يعني بدخل المساعدات عن طريق ما بروح البردي طبعا. لكن لحتى الان ما دخلش من يوم العدوات اسرائيل على قطاع غزه ما دخلش الا 729 شاحنه. احنا في اليوم الطبيعي اللي فيش حروب يدخل علينا 1700 شاحنه. احنا من يوم العدوان لليوم دخل 729، يعني ولا حاجه. يعني تصور ان مريض يجرى له عمليه جراحيه لفتح الامطار السفليه والعلويه بدون بنج. تخيل يعني ان واحد بنعمل له عمليه بدون بنج وامام زملائه وامام قرايبه، يعني بجراب بنعمل له العمليه بتر يعني قدام قرايبه. ايش بدي يعني قد ما احكي، يعني انا بدي احكي كل البلد. انا بفضفض للشعب المصري. الشعب المصري اقرب الشعوب في العالم النا، واحنا بنحكي في قطاع ان احنا جزء من الشعب المصري. حتى اللهجه تبعتنا نفس اللهجه يعني ونفس. والله دكتور فتحي احنا لا نعتبر انه فلسطين وشعبها بلد شقيقة، احنا بنعتبرها جزء من مصر الحقيقة.